الدفه والمخدرات. انا في طفولتي كنا نسخروا من السكيريب وقرعه خلاو الى اربعه، كنا نفزع ونسخر من اي شخص يسكر. فاذا الامر البر واصبح الخمر يصنع في المغرب ويباع، كل شيء كيتخد مخدر، العالم يكتشف معارف ومعلومات. احنا البشريه مهدده اليوم في وجودها الفيزيقي مع الانحباس الحراري وتحول الفيروسات وكثرة البشر. 50 مليون افريقي وافريقي تجوب العالم بدون عمل، انتكست الدماغ وتهاوت شخصية مقاومة الشخصية وركرنا الى الكرة. الكرة نوع من التخدير، حينما الانسان لا يجد العمل وينتهي من مشاهدة الكرة يعقبوا على البوفة والخمر. انقذوا المغاربة من جنون الكرة وليذهبوا للجحيم او ليتعلموا، والا سيذهبوا فعلا الى الجحيم بالاكباب والكب على جميع صنوف المخدرات والخزعبلات. لا حل للمغاربة وغير المغاربة الا بالعلم. لا يا بيك الناس كاع اللي كيقدروا يبيعوا حوايجهم، يقدروا بنادم يبيع حوايجه ويبيع الاملاك ديالو ويبيع الدار ديالو باش يشري هذيك البوفه مختصه الاثرياء. البنات هما اللي ولاو كيستهلكوها بزاف، كتلقى دريه في العز ديال الشباب ديالها، ما هي قرات ما هي خلات والديها يفرحوا بها ما والو، متبعة هاد الافه اللي كتدمر الحياه ديال الاطفال ديالنا. وما حنا ما كنسمحوش بهذا الشيء، هذا الشيء ما كنسمحوش به. خصنا نحاربوا هذا الشيء وخصنا نديروا واحد الوقفه، وقفه على قبل هذا الشيء باش نعاونوا الاطفال ديالنا ونحدوا من هذه الافه هذه. وكنطلب من المواطنين كلهم والمغاربه والكازا اللي كيبغيو هذه المدينه وداك الشيء يحاربوا هذه الافه ويوصيوا ولادهم ويعاونوهم يوقفوا معاهم ويعرفوا الراجل خصو يعرف بنته ويعرفوا واش فين مشى فين جا وفين هذيك، باش يعرف الفلوس اللي كيعطيه فين كيمشيو، واش كيمشي يشري بهم شي حاجه ولا كيمشي يتخدر بهم ولا شي حاجه. دابا الراجل قام كي يدير تابع ولده، ما كيتابعو لا في المدرسه لا في والو، لا مع من كيمشي لا مع من كيجي، خصو يتابعو يعرفوا فين كيمشي. كيقول لي غيمشي للمدرسه هو كيمشي للجرده كيشري ديك البوفه كيبدا ياكل فيها او كيشربها او كيستهلكها. نهار الاول كتجيهم لذيذه شويه من كتكون فابور، نهار الاول كيعطيوها لهم فابور، احد هو اللي مدمن بها كيولي يخول الفلوس لبا يخول الفلوس لمو، يبيع التلفازه يبيع اي حاجه، يقدر يبيع الدم ديالو يبيعو باش يشري ديك البوفه. ولكن حنا خصنا نحاربوا هذه البوفه، وكنوصي الناس المغاربه اللي غيورين على هذه البلاد باش يحاربوا هذا الشيء، باش يبقاو ساكتين. الا بقينا ساكتين راه بحال كنعاونوا هاد الناس يزيدوا عاوتاني يديروا اكثر من هذا الشيء. كاين القرقوبي كاين الحشيش هذا الشيء كلشي خصو يتحيد. الشباب ديالنا كيضيع، كنا في واحد الوقت كنا كنشوفوا الشباب هذا كيدير الالعاب قيوه، هذا الشباب والرياضه هذا كيدير الاغاني، بقينا كنشوفوا والو، ولينا كنشوفوا الشباب كيضيع قدامنا. كنصحهم باش يهرعوا يبعدوا من هذه الافات هذه، هذه كتدمر، هذه راه اكثر من الكونسير. شي كون في الكونسير غداوي منه، ولكن البوفا راه ما عمرك غداوي منها. ما كاين حتى السويطارات اللي كيحاربوا الادمان ولا كيعالجوا الادمان. سمعنا سمعنا خرجت واحد الطياره ديال واحد المخدر سميتو بوفا، مخدر خطير وعرم صعب من القرحوبي، مخدر كيزعم على الاجرام كيزعم على السرقه كيزعم على الضرب والرجح بوفا، يعني ولا خلق مشاكل في المجتمع. ونتمنى من الشباب يبعدوا من هذا المخدر هذا لانه مخدر خطير، يعني سلطه من الحبس ويتبلاو به حذاري ثم حذاري. قال لك كيديروا المره الاولى كيولي كيصبح مدمن عليه وكيعرض نفسه وكيعرض المجتمع للخطر.
ونتمنوا من الشباب يردوا البال وما يدخلوش لهذا الدومين هذا وما يتبعوش بهذا المخدر هذا لانه خاطئ.